السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين، نتمنى تكونوا مزيانين. معكم بدر العتابي، كيف ما وعدتكم دائما بالجديد. هذا الدرس هذا غادي نشوفوا كيف تعبر عن الاحساس باللغه الاسبانيه، كيفاش نعبروا على الاحاسيس ديالنا باللغه الاسبانيه. وفي هذا الصدد هذا غادي نستعملوا الفيربو سنتيرسي اللي هو احس او يحس. غادي نشوفوا هذا الفعل هذا طريقه ديال التصريف ديالو في البريزنتي اللي هو الحاضر، كيفاش نصرفوا هذا الفعل هذا في الحاضر. وغادي نحاولوا نعطيو مجموعه من الامثله، وانتم كذلك ما تنساوش تعطوني امثله ديالكم تكتبوهم لي في تعليق قبل ما نبدا الدرس ديالي. نتمنى الدعم، لايك، بارتاج، ونبداو على بركه الله. بدايه غادي نشوفوا طريقه ديال تصريف البيربو سنتيرسي في البريزنتي اللي هو الحاضر. بالنسبه للبيربو سنتيرسي او سنتير هو احس او شعر، يحس او يشعر. الطريقه ديال التصريف ديالو كتكون على الشكل التالي: جو مي سينتو او مي سينتو، تو تي سينتس، ال سي سينتي، نوسوتروس نوس سنتيموس، فوسوتروس اوس سنتيس، ايوس اياس سي سينتن. نعود: مي سينتو انا احس، مي سينتو انا احس، تي سينتس انت تحس او تشعر، سي سينتي هو او هي تحس او تشعر، نوس سنتيموس نحن نحس او نشعر، اوس سينتيس انتم تشعرون او تحسون، سي سينتن هم او هن يحسن او يشعرن. هذا او هذه هي الطريقه ديال تصريف البيربو سنتيرسي في البريسنتي اللي هو الحاضر. وكيف ما قلنا ان هذا الفعل هذا هو احس او شعر، هذه طريقه ديال التصريف ديالو في البريسنتي. والان غادي نحاولوا نعطيو مجموعه من الامثله، ونبداو باول مثال. ملي نبغي نسول شي شخص شنو هو الشعور ديالك او ما هو الاحساس ديالك، كومو تي سينتس، كومو تي سينتس، بماذا تشعر او ما هو شعورك او ما هو احساسك. نسول شي شخص باللغه الاسبانيه، نقول له شنو هو الشعور ديالك او شنو هو الاحساس ديالك، كومو تي سينتس، كومو تي سينتس، كيف هو او ما هو شعورك. كيف ما العاده حنا في غالب الاحوال كنكونوا مزيانين، مي سينتو بيان، مي سينتو بيان، اشعر انني بحاله جيده، مي سينتو بيان. كما كنقولوا انا كنشعر بواحد الحاله جيده او انا مزيان، مي سينتو بيان. وفي الغالب كنحتاجوا هذا المثال هذا ملي كتكون على سبيل المثال مرضتي لا قدر الله، وبغينا نعرفوك يعني الان باش كتحس من بعد المرضى، باش كتحس. الحمد لله، مي سينتو بيان، مي سينتو بيان، انا بحال جيد. واذا كان العكس يعني لا تشعر بحال جيد، كنقول في هذه الحاله مي سينتو مال، مي سينتو مال، لا اشعر انني بحاله جيده، لا اشعر بانني بحاله جيده، او انا كنحس براسي مال ماشي مزيان، مي سينتو مال. هادو يمكن نزيدو نضيفو ليهم مي سينتو موي بيان، او احس كنحس براسي جيد جدا، او مي سينتو موي مال، احس انني بحالة أسوأ أكثر من مال موي مال. واضح. ونشوفو مثال آخر. ملي نكون فرحان، ملي نكون فرحان ونبغي نعبر على السعادة ديالي، أشعر بالسعادة أو أحس بالسعادة، مي سينتو فاليس، مي سينتو فاليس، أشعر بالسعادة، أشعر بالسعادة، مي سينتو فاليس، بالي، مي سينتو فاليس، أشعر بالسعادة. وإذا كان العكس، مي سينتو تريستي، مي سينتو تريستي، أشعر بالحزن، أشعر بالحزن، مي سينتو تريستي، كنحس أو أشعر بالحزن. واضح. مي سينتو تريستي. ناخدو مثال آخر. على سبيل المثال، مريم سي سينتي ميخور، كومو سي سينتي مريم، بماذا تشعر مريم، مريم سي سينتي ميخور، مريم تشعر بالتحسن أو
تحس بأنها في حال أفضل أو في حال جيد. مريم سي سيانتي ميخور. إلا بغيتي تهضر على راسك في هذه الحالة هذه كتقول مي سيانتو ميخور، كنحس براسي أنني أفضل أو أشعر بتحسن، أشعر بتحسن. واضح؟ شوفوا مثال آخر. سارة سي سيانتي مريادا. كومو سي سيانتي سارة؟ لماذا تشعر سارة؟ سارة سي سيانتي مريادا. سارة تشعر بالدوار. سارة تشعر بالدوار، كما كنقولوا سارة كتحس بالدوخة. مريادا هي الدوخة أو الدوار. ملي نبغي نقول أنا كنحس بالدوخة جو مي سيانتو مريادو، كنحس بالدوخة، كنحس براسي ضايخ. هنا سارة سي سيانتي مريادا، سارة تشعر بالدوار. Me siento presionado. Me siento presionado. أشعر بالضغط. أشعر بالضغط. Me siento presionado. Presionado هي الضغط. أو كنحس براسي مضغوط. كما كنقولوا بالدارجة كنحس براسي مضغوط. Me siento presionado. ¿Cómo te sientes? لماذا تحس؟ Me siento presionado أو muy presionado. أحس براسي أو كنشعر براسي مضغوط أو مضغوط بزاف. كنحس بالضغط بعض الحالات، كنحسو بالضغط وما كنعرفوش نعبرو عليها باللغة الإسبانية. هذا هو التعبير، كتقول me siento presionado. ضغط الخدمة، ضغط الأيام، ضغط العمل وما إلى ذلك. نشوف مثال آخر. ملي نبغي نقول أشعر بالسوء. أشعر بالسوء. Me siento peor. Me siento peor. Peor هو أشعر بالسوء. أشعر بالسوء. Me siento peor. Me siento peor. يا أشعر بالسوء. هنا ملي نبغي نقول أشعر بالضياع. أشعر بالضياع، كنحس براسي ضايع. ملي تبغي تقول كنحس براسي ضايع، me siento perdido. Me siento perdido. ¿Cómo te sientes? لماذا تحس؟ Me siento perdido. Perdido هو ضائع. أما بخصوص البنت أتقول perdida. Perdida. Me siento perdida. كنحس براسي ضايع. واضح؟ شوفوا مثال آخر. Me siento cansada. Me siento cansada. ¿Cómo te sientes? Me siento cansada. Cansada هي متعبة. متعبة. كنحس براسي متعبة. Me siento cansada. أو أشعر بالتعب. أحس بالتعب. أشعر بالتعب أو أحس بالتعب. Me siento cansada. بخصوص الولد يقول me siento cansado. أشعر بالتعب. وكان هذا آخر مثال. قبل ما نسالي الدرس ديالي، نتوما كذلك ما تنساوش تكتبوا لي تعليقات، تكتبوا لي فيهم أمثلة ديالكم. إلى نسينا شي أمثلة كتبوهم لي. ما بقى لي إلا نقول لكم تهلاو لي فراسكم بزاف، ونتشوفوا فيديو جديد إلى بغيتوا. كيف ما جرت العادة، أي فيديو وأي درس كتبوه لي في تعليق وأنا مستعد نوجدو لكم. معاكم بدر العتابي. ما بقى لي الا نقول لكم تهلاو لي فراسكم بزاف. وكيف ما وعدتكم ديما، انا مابقيتش كنتعطل في وضع الفيديوهات، دائما كنوعدكم بالجديد. الى درس اخر ان شاء الله. اديوس.